يا اهلا بكل حضراتكم كمان مره. من كام يوم النادي الاهلي طبعا رجع لتدريباته اكيد استعدادا لخوض معسكر في النمسا اللي ابتداء من بكره ان شاء الله، واللي المتوقع انه هيتخلله ماتشين وديين استعدادا للموسم الجديد اللي هيكون فيه بالمناسبه منافسات قويه جدا محليا وقاريا كالعاده قدام النادي الاهلي. مواصلين كلامنا مع حضراتكم عن النادي الاهلي، وكمان هنتكلم شويه عن الكره العالميه مع الاستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي اللي مشرفني ومنورني في حلقتنا النهارده. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اول مره تنورنا في 10 الصبح. اول مره مظبوط. يعني ان شاء الله تبقى بدايه سلسله زيارات لا تنتهي ان شاء الله. شرف. تعال نبتدي كلامنا بالاحتفاليه الجميله، اكيد حضرتك تابعت فعالياتها اللي كانت موجوده من كام يوم في النادي الاهلي فرع الجزيره وهرم البطولات والاحتفاليه الراقيه دي، احتفالا بموسم استثنائي سموه الموسم الذهبي وهو فعلا موسم ذهبي. رايك كيف الموسم اللي فات ده؟ انا كنت حاضر لحسن الحظ الاحتفاليه بدعوه كريمه من النادي. جميل. الحقيقه يعني انا بعتبره فعلا هو موسم استثنائي بالنسبه للاهلي. انت بتتكلم على كم كبير جدا من البطولات في كل الالعاب تقريبا. الاهلي ما سابش لعبه الموسم ده الا وكان واخد فيها بطوله او بطولتين. بطولات جماعيه، بطولات فرديه، حتى بعض البطولات اللي الاهلي شويه ما كانش ليه حظ فيها او كان متراجع في بعض الاوقات فيها زي كره اليد مثلا، حصل على اكتر بطوله فيها السله. تواجد الكبير جدا لكل الفرق، حرص النادي على تكريم الاسماء اللعيبه، اسماء الفرق اللي كانت موجوده باسمائهم وبشخصياتهم وحصولهم على صوره تذكاريه. شكل الاحتفاليه كمان كان جميل جدا، هو نوع من التقدير. يعني الاهلي معودنا دايما انه بيدي التقدير للاعيبته لمن يستحقه، وبالتالي هم كمان لا يدخروا الجهد في رفع اسم الاهلي، الفوز بالبطولات. وده يمكن حتى اللعيبه كانوا بياكدوا ده دائما في الكلمه، في كل كابتن فريق كان بيتكلم على فكره الدعم اللي بيلاقيه من مجلس الاداره، من الجماهير، وان ده بيخليه يبذل اقصى ما عنده. وبالتالي شفنا ده ونتائج، وشفنا كمان نتائج التدعيم على الفرق دي سواء كرة القدم، سواء اليد، سواء السلة، سواء الألعاب الفردية، وبالتالي استحقوا احتفالية استثنائية. الموسم كان استثنائي بالفعل. صحيح. خلينا بقى يعني نتكلم شوية عن مارسيل كولر ورأيك في انعكاسات وجوده على فكرة تطوير اللاعبين، وكمان فكره ان الراجل ده في اول موسم ليه على الاطلاق مع النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله قفل 5 بطولات منهم دوري ابطال افريقيا ومنهم الدوري المحلي، فرايك ايه في التوليفه دي، التركيبه دي؟ يعني البطولات الاهلي متعود عليها يعني، وانا بشوف ان وجود اي مدير فني في الاهلي ده مكسب للمدير الفني. لكن للامانه برضه عشان اكون امين ودقيق في المعلومه دي، وانا يمكن انا سبق قلت الجمله دي بنفس سياقها، ان افضل بطوله للاهلي السنه دي هي مارسيل كولر، مش دوري ابطال افريقيا ومش مش باقي البطولات. ليه؟ ان الاهلي طبيعي بياخد بطولات كتير، بياخد دوري الابطال مع مدربين يمكن ما كانوش افضل مستوى فني، لكن انا بعتبر ان كولر هو البطوله الموسم ده. ليه ده سؤال يمكن اجابته هي الاهم شويه. الاهلي قعد فتره شويه فكره المدرب اللي بيطور لعيبه وقادر يدخل افكار مختلفه جوه النادي، يقدم افكار مختلفه، يطور لعيبه، يشتغل على حاجات معينه مش موجوده في الاهلي. يمكن العشر سنين الاخيره تقريبا ما شفناش في مدربين كتير. يمكن مثلا جريدو اللي غير طريقه اللعب من 4-4-2 ل 4-5-1، 4-2-3-1، والاهلي مش عليها شويه، لكن برضه ما كانش ليه، باستثناء تغيير الطريقه ما كانش ليه تاثير فني كبير. فايلر كان ليه تاثير فني في تطوير اللعيبه وتغيير مراكزهم والتعامل معاهم، فعلا عمل شغل كويس جدا مع الاهلي لكن ما كملش مع الاهلي. لكن فبالتالي المدرب الوحيد خلال كل السنين اللي فاتت بعد مانويل جوزيه اللي قدر يسيب تاثير فني على اللعيبه وكمان يضيف للمنظومه الرياضيه داخل النادي الاهلي هو مارسيل كولر. احنا بنشوف مش بس مستوى فني، نشوف فيه كام لاعب. انا فاكر ان قبل الموسم كان تقريبا كل جمهور الاهلي بيتكلم على ان في 10 15 لاعب من الفرقه يمشوا، محمد شريف، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، حتى كان في ناس بتطالب برحيل محمد الشناوي نفسه ده قائد الفريق. شوف مع مدرب تاني زي مارسيل كولر كام لاعب من دول استعاد مستواه، كام لاعب تطور. كلهم تقريبا. محمد هاني مثلا انا بعتبر انه افضل موسم ليه مع الاهلي وافضل لاعب في الاهلي الموسم ده. محمد هاني كان مثلا محل انتقاد من كتير من الجمهور، فده بيديك قد ايه مؤشر. كمان اتعطل فتره طويله. اتعطل فتره، فده بيديك مؤشر قد ايه ان مدرب بس قادر يفيد منظومه، مش بس لعيب، قادر يفيد منظومه بشكل كامل. فالراجل الحقيقه انا بعتبره من اهم مكاسب الاهلي، وجوده مطمئن كمان للجمهور. يعني في مدرب ممكن يخسر بطوله فتلاقي فيه كم هجوم كبير جدا عليه،
في مدرب يخسر بطوله انت مش هتهاجمه، لان انت متاكد ان هو شغال بسيستم او شغال السيستم بعد شويه هيكون ليه تاثير ايجابي. احنا بنتكلم النهارده ان احنا في اجهزه جديده دخلت الفريق، في لعيبه بيتمرنوا على حاجات على افكار مختلفه، في قدرات فنيه. شفنا الروتيشن، كان مدرب حاول يعمل روتيشن في لعيبه ومع ذلك مش ما كانش بالكيفيه دي ولا بينجح. بالجوده دي. انت النهارده بتتكلم ما فيش لاعب في الاهلي تقريبا ما لعبش ما شاركش وكان بيظهر بشكل كويس جدا، فانت ما انتش قادر تقول اللاعب ده وحش، واوقات ما بتقدرش تقول اللاعب ده حلو، لان هو في النهايه جزء من المنظومه. طبعا. هي الفرقه على بعضها حلوه، الفريق نفسه حلو، فده تقريبا اضافه فنيه كبيره جدا يستحقها الراجل، وانا بعتبره اهم مكاسب الاهلي الموسم ده. معسكر.